او ده من جديد. نزلت النهارده اتمرن عشان اقدر اشارك يوم الجمعه ان شاء الله 12 ابريل مع جروب مشوار. جروب مشوار هيروح الفيوم، هنزور عين السلين، هنزور السبع سواقي. طبعا جروب مشوار يعني غني عن التعريف، يعني اللمه، يعني الناس الجميله، يعني متعه الطريق. فاللي حابب يشارك معايا في السفريه دي يا جماعه هيلاقي الاكونت بتاع كابتن ايهاب موجود تحت في الديسكريبشن، يقدر يتواصل معاه، وهسيب برضو الايفنت وبالتفاصيل بتاعته موجوده. لو حابين تشوفوا فيديوهات برضو مختلفه عن سفريات جروب مشوار هتلاقوا مثلا راحوا الفيوم، راحوا جمصه، رحنا اسماعيليه، رحنا السخنه، الفيديوهات دي كلها هتلاقوها موجوده هنا وهنا. يلا اشوفكم في السفريه ان شاء الله.